إطار مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في التظاهرات الفلاحية المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قام المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتخصيص فضاء للاستشارة الفلاحية بمدينة تاوريرت من 14 إلى 17 يناير 2023 بالموازاة مع المعرض الجهوي للصناعات التحويلية الفلاحية الذي ينظم بمدينة تاوريرت من 14 إلى 19 يناير 2023. ولقد تم تخصيص شباكين داخل هذا الفضاء، الأول خصص لتحسيس الزوار بأهداف تأميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وأسرهم في إطار تنفيذ المشروع الملكي الخاص بتأميم التغطية الصحية، وتنزيلا لأهداف الركيزة الأولى لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، حيث وطيلت مدة المعرض قام مستشارو ومستشارات المكتب بشرح مفصل لهذا الورش الملكي الكبير للمشاركين في المعرض وزواره، والذي يمثل رافعة رئيسية لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والساكنة القروية بصفة عامة وفقا للتوجيهات الملكية السامية. كما خصص المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية شباكا آخر خاص بالمقاولين الفلاحيين الشباب حاملي المشاريع الفلاحية في العالم القروي، حيث قدم مستشار ومستشارات المكتب توجيهات وشروحات حول كيفية إنجاز المشاريع الفلاحية وكيفية استفادة هؤلاء الشباب من الدعم والتمويل والتكوين ومرافقتهم من طرف مختلف مؤسسات ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حتى يتسنى لهم إخراج مشاريعهم للوجود وكذا الاستفادة من المواكبة والتوجيه والاستشارة. اليوم كان عندنا افتتاح ديال النسخة الثانية من المعرض ديال تثمين المنتوجات الفلاحية بالإقليم ديال تاوريرت. هذا الملتقى اللي غادي يكون إن شاء الله ملتقى يعني دائم وسنوي، واللي هو واحد الفضاء جد مهم للاطلاع على آخر المستجدات في الميدان ديال التثمين والصناعات التحويلية ديال المنتوجات الفلاحية، و يعني هو واحد يعني الفضاء اللي وطني لهذا يعني المجال ديال التثمين، واللي كيجي في إطار ديال الهيكلة ديال سلاسل إنتاج الفلاحي في إطار تنزيل استراتيجية ديال الجيل الأخضر على الصعيد ديال الإقليم ديال تاوريرت. اليوم رحنا في معرض اللي تقام مدينة تاوريرت في دوره الثاني. اليوم سينا استشارة فلاحية اللي راها حدا معرض ديال تاوريرت. جيت ناخذ واحد الفكرة على الزيت اللي عندي، بغيت يعني نزيد نستثمر شوية، نزيد نطور فيه، وخديت فكرة مع الشباب اللي هنايا وخديت واحد الفكرة ونصحوني كندير نزيد نطور المشروع ديالي، والحمد لله لقيت واحد الإقبال واحد الاستقبال زوين، تهوى استقبلونا مزيان وعطونا نصائح واستفدنا منهم. جيت لفضاء الاستشارة الفلاحية الموجود حدا معرض تاوريرت للمنتجات الفلاحية، واتصلت بالإخوان المستشارين الفلاحيين واستقبلوني استقبال جيد، وحاول شرحوا لنا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار عرف فضاء الاستشارة الفلاحية دينامية ونشاطا متواصلا من طرف مسؤولي الاستشارة الفلاحية والمستشارات والمستشارين الفلاحيين، هم بالخصوص تقديم الشروحات والتوضيحات لمختلف الزوار بخصوص ريادة الأعمال للمقاولين الفلاحيين الشباب، وبشرح تطبيقات المنصة الرقمية للتواصل ودعم الاستشارة الفلاحية أرضنا.
وبشكل خاص قاعدة المعرفة الفلاحية وشبكة التواصل الاجتماعي الفلاحي لما تحظى به من أهمية في ربط الفلاحين والشباب والمرأة القروية بالدعائم الرقمية للاستشارة الفلاحية، حيث تتيح لهم الحصول على كل المعلومات والأجوبة الناجعة لتساؤلاتهم حول مشاريعهم الفلاحية.